بسم الله الرحمن الرحيم. استكمال لموضوعنا فيما يخص مبعد عمل الليزر، سنحل هذا السؤال مع بعض سريا وبعض الأفكار الموجودة فيه، سأحاول أن أشرحه قدر الإمكان. أرجوكم التركيز في هذا السؤال. موجتان كهرومغناطيسيتان، طبعا عندما يقول لك موجتان كهرومغناطيسيتان يقصد موجتان ضوئيتان لهما نفس الطول الموجي تقريبا 600 نانومتر. طبعا ما زلنا في المجال المرئي للضوء. استخدم محلل طيف لحساب الفرق في التردد. محلل الطيف طبعا كلكم يعني قد مر عليكم، المفروض ان يكون قد مر عليكم محلل الطيف من قبل، لحساب الفرق بالتردد، جهاز يحسب لحساب الفرق في التردد. طبعا هذا هو شكل محلل الطيف، هذا هو جهاز حديثا أصبح ديجيتال. أنا حبيت أن أضع الحديث منه، هو راح يعطينا قراءات فيه. فوجد أنه 1.10 × 8 هرتز. واستخدم جهاز قياس التداخل بين الموجتين في وسط تشتت، لاحظ وسط متشتت، فوجد أنه 0.001 نانومتر. طبعا يعني تداخل يعني بفرق موجي بين الموجتين بمقدار 0.1 × 1000 نانومتر. احسب طبعا جهاز قياس التداخل الفروميتر المعروف بهذا الشكل يحسبها لموجتين، فيعطي لنا الفرق في التداخل بينهما. احسب سرعة الحزمة للموجتان. سرعة العزمة يعني الجروب فيلاسيتي أو الموجة المتحدة بينهما مشتركة. وأحسب الفرق في الطول الموجي بين الموجتين في حالة انتقلا في الفرق. طبعا هنا يتحدث عن وسط تشتت، ويقول لك في حالة انتقلا في الفراغ كم يكون الطول الموجي لهما الجروب. طبعا معطينا السؤال الطول الموجي 600 نانومتر، نعطينا الفرق في التردد 10 × 8 هرتز، 1.10 × 8 هرتز. وتجد الفرق في الطول الموجي بينهما في حالة تداخلا 0.1 × 1000 × 10^3 × 10^9 متر أو نانومتر. طبعا هذه معلومات كافية لحل السؤال. سرعة الحزمة يعني جروب فيلاسيتي. سرعة الحزمة يقصد بها الجروب فيلاسيتي. يعني يعطينا هذا الآن الجروب فيلاسيتي هي عبارة عن التغير في التردد الزاوي بالنسبة للتغير في انتشار الموجة. التغير في التردد الزاوي، التغير في انتشار الموجة، أرجو أن يكون واضحا ما معناها. وكما حللنا سابقا في المثال السابق أوميغا 2 باي نيو نشتق الأوميغا، دلتا الأوميغا يساوي 2 باي دلتا ميو، وحتى نعوض هنا وأيضا كي 2 باي على لاندا، نشتق الكي دلتا الكي أيضا، نشتق حاصل قسمة اقترانين. طبعا هي سالب 2 باي، لكن كما أخذنا مثال السابق القيمة المطلقة لها 2 باي لاندا تربيع دلتا لاندا. نعوض الآن هذان الاثنان في المعادلة هنا، وكما تحدثنا سابقا 2 باي و 2 باي يلغيان بعضهما البعض. إذا لاندا تربيع دلتا نيو على دلتا لاندا. نعوض الآن كم هي عندنا 6 × 10^9 تربيع 1 × 10^8 على 1 × 10^9. إذن يكون الفرق بينهما 3.6، أو يكون عفوا سرعة الحزمة 3.6 × 10^7 متر لكل ثانية، وأيضا هو تناقص في السرعة كما تحدثنا سابقا. الآن الفرق في الطول الموجي بينهما في الفراغ، انتبه معي الآن لو سمحت. التردد يساوي سرعة الضوء على لاندا. اشتق طبعا عند الاشتقاق
أيضا مشتق ثابت على متغير، لأن السي لا تتغير سرعة الضوء. أيضا سالب سي على لاندا تربيع دلتا، دلتا اللاندا، ولكن نأخذها كموجب كقيمة مطلقة. سي على لاندا تربيع دلتا اللاندا يساوي دلتا ميو. مهم جدا يكون عندك هذه المهارات الرياضية المهمة جدا في حل هذه المسائل. الآن نحل لدلتا اللاندا، أو أحل دلتا اللاندا، أضرب لاندا تربيع، تأتي السي في الأسفل، فيصبح عندي السؤال دلتا اللاندا تساوي لاندا تربيع دلتا نيو على سي. لاندا تربيع دلتا نيو على سي، إذا 600 ضرب 10 أس سالب 9 لكل تربيع ضرب دلتا نيو، الفرق في التردد 10 أس 8 على السرعة 3 ضرب 10 أس 8، وأضع في الآلة الحاسبة وأحلها. إذا ويكون الفرق في السرعة بينهما في الفراغ هو 1.2 ضرب 10 أس سالب، عفوا الفرق في الطول الموجي بينهما 1.2 ضرب 10 أس سالب 13 متر، وهو رقم صغير جدا 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 جدا. إذا هذا نهاية الفيديو، أرجو منكم أن تكونوا قد استفدتم من التركيز بعض المهارات الرياضية وبعض المفاهيم، يصبح الدرس جدا سهل عليكم. أرجو منكم ألا تبخلوا في التعليقات وفي عمل اللايك والشير. من عنده سؤال بخصوص الليزر، من يرغب بأي خدمة بخصوص مبادئ عمل الليزر، سأرحب به. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.